مين على الركاب يريد ورده يوم جاي للمستشفى. البارحه قلت له ذيبني بجيتك للمستشفى، لو ما جاي احسن. قلت له انا ما اريد جيتك، اريد المقالب واريد حقوق الشعب. فلذلك على الركاب يشهد الله، سنجعل ليلك ونهارك جحيم عليك وعلى من تسلقوا على دماء الشهداء. خاف عسبالك على الركاب مو دفاعا عن شيء، بس انت على الركاب حتى ما انتخبوك، حتى انتخبوا الاحزاب قالوا يا الله صعدوا ذولا من المتظاهرين وان شاء الله راح يقلبوها. فعلى الركاب من تتحول الى خائن والى خانع والى خاضع والى ذيل وعميل الى الاحزاب، راح تسبب احباط بالشارع، راح الشارع يقول لك عم العد بعد منهم ننتخبه، هذا ابو المظاهرات وشو راح حط ايده في البيد اللي يذبحون بينا وصوت للحلب وصغير. فلذلك على الركاب وامتداد والمستقلين ما امامكم غير الاستقامه.